السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنخش في الجزء الـ Expected Value والـ Variance والـ Standard Deviation. كده نخش في الـ Expected Value أو الـ Main Value. لو أنا الـ Random Variable عندي كان Discrete، ففي الحالة دي هيكون Summation xi f small of xi، تمام؟ طبعا على إيه؟ على كل Range والـ X. بعد كده لو كان Continuous يبقى Integration من Negative Infinity لـ Infinity x مضروب فيه الـ f small of الاكس دي اكس، تمام؟ لازم ايه؟ لازم الرقم ده يطلع لي فاينايت. لو الرقم ده طلع لي انفاينايت، ففي الحاله دي هيكون ايه؟ هيكون الكونتينوس راندوم فاريبل ده ملوش ايه؟ ملوش اكسبكتد فاليو، تمام؟ طيب نيجي بقى بعد كده للميديان. الميديان هو الاكس، تمام؟ اللي البروبابيلتي اللي قبلها اكبر من النص، واللي بعدها برضو ايه؟ اكبر من النص. يعني ايه؟ يعني لو جيت حسبت كل البروبابيلتيز، تمام، لكل الاكسات اللي قبل الميديان ومعاها طبعا الميديان، هيكون اكبر من ايه؟ هيكون اكبر من النص. ولو حسبت كل البروبابيلتيز بتاعه الاكسات اللي هي بعد الميديان، تمام، هتكون برضو ايه؟ هتكون اكبر من او تساوي النص. طب في الكونتينوس بقى، انا هقدر اجيب الايه؟ الميديان بالظبط. ازاي؟ هعمل انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لحد الميديان او الاكس، اف اوف الاكس المفروض ان هو يساوي ايه؟ المفروض ان هو يساوي نص، او انتجريشن من الميديان لحد الانفينيتي اف اكس اوف الاكس يساوي مين برضو؟ بيساوي نص. من هنا ايه؟ من المعادله دي، من اي معادله من المعادلتين دول اقدر اجيب مين؟ اقدر اجيب الميديان اوف الاكس. هو اللي عنده ايه؟ هو اللي عنده اقصى قيمه للبروبابيلتي، هو الاكس اللي عندها اقصى قيمه للبروبابيلتي، تمام؟ يعني مفيش ايه؟ مفيش اي قيمة تانية في الفانكشن اكبر من ايه؟ اكبر من المود اوف الاكس، تمام؟ فهو ايه؟ فهو الاكس اللي عندها اقصى قيمة للبروبابيلتي، بشوف الاكس اللي عندها اكبر probability يبقى ده ايه؟ يبقى ده المود. ده في الايه؟ ده في الديسكريت. طب وفي الكونتينوس؟ طيب بالنسبة للكونتينوس بقى انا بعمل ايه؟ عشان اجيب المود انا بجيب الماكسيمم بوينت مين؟ للاف اوف الاكس. ازاي؟ بفاضل ايه؟ بفاضل ال f by dx و واعمل ايه؟ واجيب الماكسيمم بوينت ان انا اساوي ايه؟ ان انا اساوي ال f داش دي اساويها بايه؟ اساويها بالصفر واجيب قيمه ال x. بس طبعا لازم ايه؟ اتشيك ان هي الماكسيمم مش المينيمم بوينت. طيب نخش بقى بعد كده في ال expected value of الايه؟ of function y. اللي فوق كان ال expected value of الايه؟ of ال x. هنا بقى بيقول لك expected value of function معينه في ايه؟ ال x، تمام؟ في الحاله دي هتقول لي ايه؟ هتقول لي برضو هي مين؟ هو summation، تمام، j of x i f small of x i. ده لو ايه؟ ده لو كان discrete. ولو كان continuous هتكون برضو من negative infinity ل infinity j of x f of x دي x، تمام؟ فكل اللي انت ايه عملته ان انت بدلت ال x ب j of x، تمام؟ ده ال expected value of ايه؟ of function. طيب بعد كده نتكلم على شوية ايه؟ properties لل expectation، تمام؟ بيقول لك ال expected value of ال k هي مين؟ هي ال k لكل ايه؟ لكل كي بتنتمي لي الريل نمبر. طيب الاكسبكتد فاليو اوف الكي مضروب في جي اوف الاكس، تقدر ايه؟ تقدر تخرج الكي بره، تمام، طالما الكي ده كونستنت. طيب لو انا عندي بقى مجموع اتنين اكسبكتد اتنين فانكشنز، فانا برضو ايه؟ اقدر اقسم الاكسبكتد فاليو واطلع الايه؟ واطلع الكونستنت بره، تمام. طيب اخر حاجه بقى ايه؟ اخر حاجه لو كان الفانكشن ال j1 of x اقل من او يساوي ال j2 of x، الحاله دي يبقى ايه؟ يبقى الاكسبكتد فاليو هو ال j1 اقل من او يساوي ايه؟ الاكسبكتد فاليو اوف ال j2. طيب بعد كده نيجي بقى لي الفارينس او الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاكسبكتد فاليو اوف ال x ايه؟ اوف ال x minus ال mu x سكوير، تمام؟ طيب لو فكينا ايه؟ لو فكينا الكلام ده يبقى مين؟ يبقى x سكوير ماينس 2 ميو x مضروب في الاكس بلس الميو x سكوير، تمام؟ قلنا من خصائص الايه؟ الاكسبكتد فاليو ان احنا نقدر نقسم الكلام ده، فتقول لي يبقى الاكسبكتد فاليو الـ x سكوير، تمام؟ وبما ان الميو هنا كونستنت انا اقدر اخرجها ايه؟ بره، فهتقول لي يبقى ماينس 2 ميو x مضروب في الاكسبكتد فاليو اوف
ال x plus مين؟ plus ال mu x square، لأن ال expected value of أي constant بيساوي مين؟ بيساوي نفس ال constant، هيساوي مين؟ يبقى mu x square، تمام؟ طيب ما ال expected value of ال x ده اللي هو مين؟ ده اللي هو ال mu x، وبالتالي يبقى minus 2 مضروب في mu x square plus mu x square، وبالتالي هتلاقي الكلام ده اختصاره إيه؟ هو عبارة عن ال e power x square minus ال mu x square، تمام؟ ده الـ إيه؟ ده الـ variance of الـ x. طب الـ standard deviation؟ الـ standard deviation هو عبارة عن root الـ إيه؟ root الـ variance، تمام؟ طيب أول مسألة بقى في شيت 3 مديني discrete probability distribution بالمنظر ده. طيب أول حاجة طالب مني الـ إيه؟ الـ average number أو الـ إيه؟ أو الـ expected value أو الـ main value of الـ إيه؟ of الـ x. هتقول لي الـ mu x هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن summation x في الـ f small of الـ x، تمام؟ يبقى تقول لي 0 في 0.41 plus 1 في 0.37 plus 2 في 0.16 plus 3 في 0.05 plus 4 في 0.01. طلعت expected value كام؟ 0.88. طيب تاني حاجة بيقول لي find the variance و the standard deviation. طيب ال variance هي عبارة عن ايه؟ ال variance هي عبارة عن ال expected value بالx square minus ال ايه؟ ال mu x square. ال expected value of ال x square هي عبارة عن summation مين؟ summation ال x square في ال f small of ال x. يبقى تقول لي 0 square مضروب في 0.41 plus 1 في 0.37 plus 4 في 0.16 plus 9 في 0.05 plus 16 في 0.01. الكلام ده ايه؟ الكلام ده minus ال mu x square، يبقى minus 0.88 square. هتلاقي ان الاي ان سيجما اكس سكوير هي عباره عن 0.8456، تمام؟ طيب جبنا الفاريانس اللي هو سيجما اكس سكوير، اجيب الاي الستاندرد ديفيجن هو روت ايه؟ روت الكلام ده. هتقول لي روت الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي 0.9196. مساله رقم 2 بيقول لي انا عندي كاين احتماليه ظهور الهيد فيها هي كام؟ هي 3 اضعاف ظهور الايه؟ التيل. عاوز ال expected value لعدد التيلز بحيث ايه؟ بحيث انا هرمي الكوين مرتين بس. هتقول لي probability of الهيد هي عباره عن 3 في probability of التيل، تمام؟ وانا عارف ان probability of الهيد plus probability of التيل بتساوي كام؟ المفروض هتساوي 1، وبالتالي يبقى probability of الهيد هتساوي كام؟ هتساوي 3 على 4، وprobability of التيل هتساوي كام؟ هتساوي ربع. طيب انا هرمي الكوين ايه؟ مرتين، ففي أول مرة يا إما يطلع لي هيد يا إما تيل، واحتمالية ظهور الهيد هي كام؟ هي 3 على 4، والتيل هي كام؟ هي ربع. طيب في تاني مرة، تاني مرة برضه يا إما يظهر لي تيل يا إما هيد، هنا برضه يا إما تيل يا إما إيه؟ هيد بالإيه؟ بنفس الإيه؟ بنفس البروبابيلتي، تمام؟ يبقى السامبل سبيس عندي هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن هيد هيد أو هيد تيل أو إيه؟ أو تيل تيل أو تيل هيد. ده إيه؟ دي كل الاحتمالات الممكنة الموجودة فين؟ في السامبل سبيس، تمام؟ طيب هنا بقى الراندوم فاريبل هو عباره عن ايه؟ الراندوم فاريبل هو عباره عن عدد التيلز، تمام؟ يبقى الاكس هي نمبر اوف مين؟ نمبر اوف تيلز. فتقول لي لا اما عدد التيلز هيساوي 0 في حاله اتش اتش، تمام؟ او عدد التيلز هيساوي 1 حاله الاتش تي او التي اتش، تمام؟ او هيساوي 2 في حاله الايه؟ التي تي، تمام؟ وبالتالي يبقى رينج اوف الاكس هو كام؟ هو 0 و1 و2، مفيش اي قيم تانية للاكس غير كده، تمام؟ طيب نيجي بقى نحسب الايه؟ نيجي بقى نحسب البروبابيلتي اوف الاكس 0 والاكس 1 والاكس بيساوي 2، تمام؟ هتقول لي الاف اوف الاكس لما الاكس بتساوي 0 هتكون بتساوي كام؟ probability of ال h h هتساوي كام؟ probability of ال HH هتقول لي هي عبارة عن 3 على 4 في 3 على 4 اللي هي كام؟ اللي هي 9 على 16. طيب لما يكون عدد التيل 1 يبقى لا إما H وأنا عاوز probability of ال HT plus probability of ال TH، تمام؟ طيب probability of ال HT هتقول لي يبقى كام؟ 3 على 4 مضروب في ربع، وال TH هتبقى ربع مضروب في 3 على 4، يبقى 3 على 4 في ربع plus ربع في 3 على 4 اللي هو كام؟ اللي هو 6 على 16. طيب بعد كده عدد التيلز بيساوي 2 اللي هي ايه؟ اللي هي تي تي. فبروبابيلتي اوف التي تي هي تساوي كام؟
هتساوي 1/4 في 1/4 اللي هي كام؟ اللي هي 1/16. عشان اتاكد برضو ان الكلام ده صح، لو جمعت ايه، لو قلت summation f of x هتلاقيها بتساوي 1، يعني لو جمعت دول على بعض هتلاقيهم بيساووا 1. تمام. طيب هو كان عاوز ايه بقى؟ كان عاوز ال expected value of x، او عاوز ال mu x. فتقول لي ال mu x هي عبارة عن summation x في ال f of x. تمام. يبقى 0 في 9/16 بلس 1 في 6/16 بلس 2 في 1/16 هتلاقي في الاخر بيطلع لك بكام؟ بيطلع لك بنص. مسألة رقم 3 مديني الايه؟ مديني الدينستي فانكشن، هي كونتينوس. تمام. ومديها لي بالايه؟ بالمنظر ده. طيب هو طالب مني ايه بقى؟ بيقول لي find the expected value of x. فال expected value هي عبارة عن integration من negative infinity ل infinity x مضروب فيه ال f small of x dx. تمام. طيب هنا رينج ال f of x من 0 ل 1، يبقى integration من 0 ل 1 4 مضروب فيه ال x مقسوم على باي مضروب فيه 1 بلس اكس سكوير دي اكس. تمام. طيب تفاضل الاي الاكس سكوير هو 2 اكس، فهقسم الكلام ده يبقى مين؟ يبقى 2 على الباي مضروب فيه 2 اكس مقسوم على 1 بلس اكس سكوير. يبقى انا معايا مين؟ يبقى انا معايا فوق تفاضل ايه؟ تفاضل اللي تحت. فتقدر تقول لي ايه؟ تقدر تقول لي ان انتجريشن الكلام ده هو عباره عن لين ايه؟ لين 1 بلس اكس سكوير. الكلام ده من 0 ل 1 هنعوض بالكلام ده هنلاقي مين؟ هنلاقي في الاخر الكلام ده بيساوي 2 مضروب في لان 2 مقسوم على الباي هيساوي كام؟ 0.44. طيب في مساله رقم 4 مديني ايه؟ في مساله رقم 4 مديني برده كونتينوس راندوم فاريبل بالمنظر اللي قدامي ده. بيقول لي بيقول لي فايند افريج نمبر، او الايه؟ الافريج هو برده الايه؟ المين او الاكسبكتد فاليو. فهحسب برده المين اللي هو عباره عن انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي ل انفينيتي اكس في الاف اوف الاكس. تمام. هتقول لي يبقى الكلام ده بيساوي مين؟ بيساوي انتجريشن من 0 ل 1 الاكس مضروب فيه الاكس اللي هو الاكس سكوير دي اكس بلس انتجريشن من 1 ل 2 الاكس مضروب فيه 2 ماينس اكس دي اكس. هننتجريت الايه؟ الكلام ده يطلع لي اكس باور 3 على 3 من 0 ل 1، وده اللي هو مين؟ ده اللي هو اكس سكوير ماينس اكس باور 3 مقسوم على 3. الكلام ده من 1 ل 2 هنيجي نعوض بيه، الكلام ده يطلع لي ايه؟ يطلع لي في الاخر 1. طيب بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي الواي هي عباره عن 60 اكس سكوير بلس 39 اكس. تمام. فايند الايه؟ فايند الاكسبكتد فاليو اوف الواي. طيب يعني الاكسبكتد فاليو اوف الواي هي عباره عن الاكسبكتد فاليو اوف 60 مضروب في الاكس سكوير بلس 39 اكس. طيب انا عارف من خصائص الاكسبكتد فاليو ان انا اقدر اخرج ايه؟ انا اقدر اخرج ال 60 والجمع ده اقدر ايه؟ اقسمه. فهتقول لي مين؟ هتقول لي يبقى 60 في الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير بلس 39 الاكسبكتد فاليو اوف الاكس. تمام. حسبنا احنا الايه؟ الاكسبكتد فاليو اوف الاكس. هنحسب الايه؟ الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير. يبقى تقول لي يبقى انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي اكس سكوير مضروب في الاف سمول اوف الاكس دي اكس. تمام. يبقى الكلام ده بيساوي انتجريشن من 0 ل 1 اكس باور 3 دي اكس بلس انتجريشن من 1 ل 2 اكس سكوير مضروب في 2 ماينس اكس دي اكس. تمام. طيب انتجريت الكلام ده هيبقى مين؟ يبقى اكس باور 4 مقسوم على 4 من 0 ل 1، وهنا يبقى 2 اكس باور 3 مقسوم على 3 ماينس اكس باور 4 مقسوم على 4. الكلام ده من ايه؟ من 1 ل 2. لما اجي اعوض بالكلام ده يطلع لي كام؟ 7 على 6. طيب اعوض بقى ايه؟ اعوض في الايه؟ الريليشن اللي فوق دي. فهتقول لي يبقى كام؟ يبقى 7 على 6 مضروب في 60 بلس كام؟ بلس 39 مضروب في 1 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 109. طيب في مساله رقم 5 مديني discrete random variable بالمنظر ده، ويقول لي ان الجي اوف الاكس هي عباره عن 2x بلس 1 الكل سكوير. بيقول لي فايند الميو ايه؟ ميو جي اوف الاكس. الميو جي اوف الاكس اللي هي expected value في الايه؟ او الجي اوف الاكس. تمام. يعني expected value of mean of 2x بلس 1 سكوير. دي اللي هي بتساوي كام؟ دي اللي هي بتساوي summation 2x بلس 1 سكوير مضروب في الاف سمول اوف الاكس على كل ايه؟ على كل قيم الاكس اللي هي مين؟ اللي هي ماينس 3 و6 و9. تمام. فهتقول لي يبقى ايه؟ يبقى 2 مضروب في ماينس 3 بلس 1 الكل سكوير مضروب في الاف اوف الاكس اللي هو كام؟ 1 على 6 بلس 2 مضروب في 6 بلس 1 سكوير. الكلام ده مضروب في نص بلس 9 مضروب في 2 بلس 1 الكلام ده سكوير مضروب في ثلث. تلاقي الكلام ده يطلع لك كام؟ 209. بعد كده بيقول لك فاينل ايه؟ الستاندرد ديفيجن
of j of x. Standard deviation of j of x هتقولي مين؟ يبقى هو عبارة عن ال expected value of j of x square minus mean minus ال mu j of x square. تمام؟ طيب ال expected value of j of x square هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن summation مين؟ هو عبارة عن summation الكلام ده square اللي هو 2x i plus 1 بس يبقى مين؟ هيبقى باور 4 مضروب في ال f small of x i. تمام؟ فهتقول لي ده اللي هو 5 هيبقى 5 باور 4 مضروب في 1 على 6، وده اللي هو 13 يبقى 13 باور 4 مضروب في نص، وده اللي هو كان 19 يبقى 19 باور 4 مضروب في تلت. اجمع الكلام ده يطلع لي في الاخر كام؟ هيطلع لي 57825. تمام؟ طيب وبالتالي يبقى الفاريانس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاكسبكتد فاريبل جي او الاكس سكوير اللي هو ده ماينس مين؟ ماينس 209 سكوير. فهتلاقي في الاخر كام؟ هيبقى 14144. تمام؟ طيب ده الفاريانس. انا عاوز الايه؟ انا عاوز الستاندرد ديفيجن، فاجيب مين؟ اجيب روت الكلام ده هيطلع لي 100 كام؟ 118.929. ده الايه؟ ده الستاندرد ديفيجن. طيب في مساله رقم 6 مديني الكونتينوس راندوم فاريبل بالمنظر ده، وبيقول لي عاوز الاكسبكتد فاليو اوف الجي اوف الاكس اللي هي بتساوي الاي باور 2 اكس مقسوم على 3. تمام؟ هتقول الاكسبكتد فاليو اوف الجي اوف الاكس هي عباره عن انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي جي اوف الاكس مضروب في الاف اوف الاكس دي اكس. تمام؟ طيب هنا الدومين عندي من ايه؟ من 0 لحد انفينيتي، يبقى انتجريشن من 0 لانفينيتي اي باور 2 اكس مقسوم على 3 مضروب في الاي باور ماينس اكس دي اكس. لما تيجي تجيب ايه؟ حاصل ضرب دول هو عباره عن الاي باور ايه؟ الاي باور ماينس اكس بلس 2 على 3 اكس اللي هو في الاخر ماينس تلت ايه؟ ماينس تلت اكس. طيب انتجريشن الكلام ده هيديني كام؟ هيديني ماينس 3 مضروب في الاي باور ماينس اكس على 3. الكلام ده من ايه؟ من 0 ل انفينيتي. لما تيجي تعوض بالانفينيتي المفروض هيديك مين؟ هيديك 0، ولما تيجي تعوض بالزيرو المفروض هيديك 1. فهتقول لي يبقى 0 ماينس مين؟ ماينس 1 مضروب في ماينس 3 يبقى هيديني كام؟ هيديني 3. طيب في مسألة رقم 7 مديني ايه؟ discrete random variable بالمنظر ده، وبيقول لي find the standard deviation of الايه؟ of الـ x. انا عارف ان الفاريانس هو عبارة عن الـ expected value of الـ x square minus الـ mu of الـ x square. طيب الـ mu هي عبارة عن ايه؟ الـ mu هي عبارة عن summation x مضروب في الـ f small of الـ x. تمام؟ فهتقول لي يبقى minus 2 مضروب في 0.3 plus 3 مضروب في 0.2 plus 5 مضروب في 0.2. هيطلع لي في الاخر 2 ايه؟ 2.5. تمام؟ طيب الـ expected value of الـ x square هو عبارة عن summation x square مضروب في الـ f small of الـ x. هتقول لي يبقى مين؟ يبقى 4 مضروب في 0.3 plus 9 في 0.2 plus 25 في 0.مين؟ في 0.5. هيطلع لي في الاخر كام؟ 15.5. بعد كده هتقول لي ان الايه؟ الـ variance هو عبارة عن كام؟ هو عبارة عن 15.5 minus 2.5 الايه؟ square. بيطلع لي 9.25. الستاندرد ديفيجن هو روت ايه؟ هو روت الفاريانس، فهو روت الكلام ده اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو بيساوي 3.041. طيب في مساله رقم 8 مديني كونتينوس راندوم فاريبل بالمنظر ده، وبيقول لي برضو احسب الايه؟ احسب الفاريانس والستاندرد ديفيجن. احنا عارفين برضو ان الفاريانس هو عباره عن اكسبكتد فاريبل اكس سكوير ماينس الميو اكس سكوير. تمام؟ الميو اكس هي عباره عن انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي اكس اف اوف الاكس، وهنا الدومين بتاعها من 0 ل 1 يبقى انتجريشن من 0 ل 1 2 اكس مضروب في 1 ماينس مين؟ 1 ماينس اكس دي اكس. هتنتجريت الكلام ده هيطلع لك ايه؟ اكس سكوير ماينس 2 على 3 اكس باور 3. الكلام ده من 0 ل 1 هيطلع لك ايه؟ 1 ماينس 2 على 3 اللي هو بيساوي تلت. طب الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير هي عباره عن انتجريشن من نيجاتيف انفينيتي لانفينيتي اكس سكوير اف اي اوف الاكس، يبقى انتجريشن من 0 ل 1 2 اكس سكوير مضروب في 1 ماينس اكس دي اكس. هتنتجريت الكلام ده يطلع لك 2 اكس باور 3 مقسوم على 3 ماينس 2 على 4 اكس باور 4. الكلام ده من 1 ل 0، من 0 ل 1. تمام؟ فيطلع لك في الاخر يبقى ايه؟ يبقى 2 على 3 ماينس نص هيساوي كام؟ هيساوي 1 على 6. طيب المفروض ان الفاريانس هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس الميو اكس سكوير، يبقى تقول لي 1 على 6 ماينس كام؟ ماينس 1 على 3 سكوير اللي هو كام؟ اللي هو 1 على 9. هيطلع لي 1 على كام؟ هيطلع لي في الاخر 1 على 18. طيب الستاندرد ديفيجن، الستاندرد ديفيجن هو روت الايه؟
الفارينس فروت 1 على 18 اللي هو 0.2357. تمام. في مسألة رقم 9 مدي لك discrete random variable برضو. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب ال expected value of x وال expected value of x square. تمام. وباستخدام الاثنين دول احسب لي قيمة ال expected value of ال 2x plus 1 square. طيب expected value of x هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن summation x مضروب فيه ال f small of x. فهتقول لي يبقى مين؟ يبقى minus 3 مضروب في 1 على 6 plus 6 مضروب في نص plus 9 مضروب في 1 على 3 هيساوي كام؟ هيساوي 5.5. طيب بعد كده ال expected value of x square هو عبارة عن summation x square مضروب في ال f ايه؟ في ال f of x. فهتقول لي يبقى 9 مضروب في 1 على 6 بلس 36 مضروب في 1 على ال 2 بلس 81 مقسوم على ال 3 هتلاقي بيساوي كام؟ 46.5. تمام. طيب عشان نحسب ال expected value of ال 2x plus 1 الكل سكوير هنفك ايه؟ هنفك القوس ده يبقى مين؟ هيبقى 4x square plus 4x plus 1. برضه من ايه؟ من خصائص الايه؟ الاكسبكتد فاليو ان انا اقدر هخرج الاربعه. تمام. واقسم برضه الايه؟ الكلام ده. فهتقول يبقى الاكسبكتد يبقى 4 مضروب في الاكسبكتد فاليو والاكس سكوير بلس 4 مضروب في الاكسبكتد فاليو اوف الاكس بلس الاكسبكتد فاليو اوف ال1 بتساوي مين؟ بتساوي 1. تمام. فهتقول لي ايه؟ الكلام ده هيساوي كام بقى؟ يبقى 4 مضروب في 46.5 بلس 4 مضروب في 5.5 بلس ايه؟ بلس 1. هيطلع لي في الاخر 209. هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي فعلا نفس الرقم اللي انا حسبته في مساله رقم ايه؟ مساله رقم 5. طيب في مساله رقم 10 مديني الاكسبكتد فاليو اوف الاكس ماينس 1 كل سكوير بيساوي 10 والاكسبكتد فاليو اوف الاكس ماينس 2 الكل سكوير بيساوي كام؟ بيساوي 6. وبيقول لي احسب الميو والسيجما سكوير. هفك الايه؟ هفك الكلام ده يبقى مين؟ هيبقى الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 1. تمام. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس 2 مضروب في الاكسبكتد فاليو اوف الاكس بلس مين؟ بلس 1. يبقى ايه؟ يبقى الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس 2 في الاكسبكتد فاليو اوف الاكس بيساوي كام؟ بيساوي 9. هفك برضو ايه؟ هفك برضو ده فيبقى مين؟ هيبقى اكس يبقى الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس 4 اكس بلس 4. احوله برضو يبقى مين؟ يبقى الاكسبكتد فاليو اوف الاكس سكوير ماينس 4 مضروب في الاكسبكتد فاليو اوف الاكس بلس 4. وبالتالي يبقى الاكسبكتد فاليو بالاكس سكوير ماينس 4 في الاكسبكتد فاليو بالاكس بيساوي مين؟ بيساوي 2. معادلتين في مجهولين احلهم ايه؟ واطلع قيمه الاكسبكتد فاليو بالاكس سكوير والاكسبكتد فاليو بالاكس. اقول 1 ماينس 2 هيطلع لي مين؟ هيطلع لي 2 في الاكسبكتد فاليو بالاكس بيساوي 7. وبالتالي يبقى الاكسبكتد فاليو بالاكس او الميو هي عباره عن كام؟ هي عباره عن 3 ونص. عوض بالقيمه دي في المعادله رقم 1 وطلع الاكسبكتد فاليو بالاكس سكوير هتطلع لي في الاخر بكام؟ ب 16. طيب انا عارف ان السيجما سكوير هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن الاكسبكتد فاليو بالاكس سكوير ماينس الميو سكوير. يبقى 16 ناقص كام؟ 16 ناقص 3 ونص سكوير اللي هو هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 3.75. طيب في مساله رقم 11 هنتكلم على تشيبي شافزن ايه؟ انيكواليتي. ودي بستخدمها لو انا جيفن بس في المساله عندي ال expected value او الميو والايه والفاريانس اللي هي سيجما سكوير. تمام. بستخدمها بقى ليه؟ بستخدمها عشان احدد الليميتس ل probability معينه. طيب بتقول لي ايه بقى الانيكواليتي دي؟ بيقول لي probability of absolute x minus mu اكبر من او يساوي r مضروب في سيجما x. دي المفروض ان هي اقل من ايه؟ اقل من او تساوي 1 على ال r سكوير. تمام. طيب هنا بقى في المسألة بيقول لي ايه؟ المسألة هنا بيقول لي الميو بتساوي 10 والسيجما سكوير بتساوي 4. يعني السيجما بتساوي كام؟ بتساوي 2. أول حاجة بيقول لي find the probability of absolute x minus 10 أكبر من أو يساوي كام؟ أكبر من أو يساوي 3. فطبعا الايه؟ الميو 10 فخلاص يبقى ده x minus الميو. تمام؟ طيب أكبر من أو يساوي 3 يبقى 3 دي هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن r مضروب في سيجما x. يبقى تقول لي r مضروب في سيجما x بيساوي كام؟ بيساوي 3. وانا عندي السيجما بتساوي 2 يبقى ال r بيساوي كام؟ يبقى ال r بيساوي 3 على ال 2. يبقى هعوض بيه تشابيشيفز انيكواليتي هلاقي ايه؟ هلاقي ان البروبابيلتي دي المفروض اقل من او تساوي 1 مقسوم على ال r سكوير اللي هو 3 على ال 2 ايه؟ سكوير. هيساوي كام؟ الكلام ده هيساوي 4 على 9.
يبقى البروبابيلتي دي اقل من ايه؟ اقل من او تساوي 4 على 9. طيب الجزء الثاني بقى، الجزء الثاني بيقول لي عاوز البروبابيلتي اوف الابسولوت فاليو اكس ماينس 10 اقل من 3. طيب وابسولوت اكس ماينس 10 اقل من 3، ما انا اقدر اقول لي ايه؟ هي probability of the absolute value of x minus 10 اكبر من او يساوي 3، بس ايه؟ بس complement. يعني 1 minus probability of absolute value x minus 10 اكبر من ايه؟ او يساوي 3. تمام؟ طيب يبقى probability of the x minus 10 اكبر من او تساوي 3 اللي هي 1 minus probability of the ايه؟ و absolute value x minus 10 اقل من 3. اقل من كام؟ دي اللي هي احنا حسبناها فوق كانت اقل من كام؟ كانت اقل من 4 على 9. وبالتالي يبقى مين؟ لو انا وديت ده هنا وجبت ال 4 على 9 هنا يبقى مين؟ يبقى probability of absolute value x minus 10 اقل من 3 قيمتها اكبر من كام؟ اكبر من او تساوي 1 minus كام؟ 4 على 9 اللي هي بتساوي 5 على ايه؟ على 9. وبالتالي probability ده اكبر من ايه؟ اكبر من او يساوي 5 على 9. رقم سي بقى بيقول لي رقم سي عاوز probability of الاكس محصوره من 5 ل 15. هتقول لي هعمل ايه؟ هطرح 10 من ال 5 ومن الاكس ومن ال 15 فيتحول للمنظر ده. يبقى الاكس ماينس 10 هي اكبر من ماينس 5 واقل من 5، وبالتالي يبقى ابسليوت اكس ماينس 10 اقل من كام؟ اقل من ال 5. هتقول لي برضو ده اللي هو بيساوي كام؟ 1 minus probability of absolute x minus 10 اكبر من او يساوي كام؟ اكبر من او يساوي 5. من تشيبي شيف زين كواليتي هجيب مين؟ هجيب قيمه ده. هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي ان الار هي عباره عن 5 على ال 2، فيطلع لي ان قيمه ده اقل من كام؟ اقل من 1 مقسوم على 5 على 2 ايه؟ سكوير اللي هو 4 على 25. تمام؟ وبالتالي يبقى probability of absolute x minus 10 اقل من ال 5 هي اكبر من او تساوي كام؟ اكبر من او يساوي 1 minus 4 على 25 اللي هو 21 على كام؟ على 25. طيب اخر حاجه مديني ان probability of absolute x minus 10 اكبر من او يساوي c اقل من ايه؟ اقل من او يساوي 0.04. تمام؟ يبقى السي دي اللي هي عباره عن سيجما ايه؟ سيجما ار. السي هي عباره عن سيجما ار و ده اللي هو عبارة عن 1 على ال r سكوير. تمام؟ يبقى سيجما r بيساوي ال c السيجما اللي هي ب 2، وبالتالي يبقى c بتساوي 2 ايه؟ بتساوي 2 r. طيب وال r انا عندي 1 على ال r سكوير بيساوي 0.04، وبالتالي يبقى ال r هيساوي كام؟ هيساوي 5 في الاخر، وبالتالي يبقى قيمة ال c هي عبارة عن 2 مضروب في ال ايه؟ مضروب في ال 5 اللي بيساوي 10.